ازيك يا بسمة؟ ايه اللي جابك هنا؟ جاي حزيك. فيك الخير. مصلي قديل كتير محمد الجزيرة. فأول ما عرفت موضوع موسى قلت واجب اجي اعزي ولو انها متأخرة. وك امك فين؟ مش هنا. زين زين قوي عشان نعرف نخبر حد في الحديد. حديد اللي عاوزني فيه. انا اصلا عرفت غلطتي يا بسمة ما عاوز اصلحها. تصلحها كيف؟ نتجوز بعض فترة العدة في السر ونقعد لحالنا من غير ما حد يوعينا. انا ما اطيقش اعيش من غيرك للدرجة دي؟ اكتر كمان. موسى قال لي على كل حاجة. قال لك ايه؟ كنت عاوزه يطلقني عشان تعرف انا رايدك كيف. ولما انت رايدني عاوز تتجوزني في السر ليه؟ عشان انت ولد الصفنية وانا بنت سداد الغلبان؟ مستعر تتجوزني قدام الناس؟ مفرقاش يا بسمة، انا عايشك في الهنا وتاكلك بالذهب. قلتي عاوز تعرف ردي؟ ايوه. خليك هنا وبعدين شربات يا بسمة. ربط على النار ولا ايه؟ انت اللي قتلت موسى مش كده؟ كأنك اتجنيت يا بسمة. تقول ايه؟ محدش بيكره وعاوز يقتله غيره وتلقاك رجعت الجزيرة من غير ما حدا يشوفك وقتلته مش كده؟ اعقلي يا بسمة اعقلي. موسى ده كلب وغار وداهي كان يدفنك معاه للحي. تستاهل تعيشي. اللي زيك تستاهل سيد موسى. يعني بتعترف انك قتلت؟ قوليني حديث ما قلتوش ولا ايه؟ مالك كده؟ مالك زعلان عليك ده؟ انت كنت ما طايقهوش وكرهاه وعايزه تطلقي مني. مهما كان ده الراجل اللي سطر علي ولمعار واللي باقي له دين في رقبتي ولازم اخد له طاره وطار ولدي اللي ما لحقش يشوف دنيا ومات بسببك يا فراش. وانت كمان لازم تموت زيي. عاوز تقتليني يا بسمة؟ فرج ما يموتش. سامعة؟ فرج ما يموتش. سمعتي؟ وري